اهلا بحضراتكم مره ثانيه. بالمناسبه يعني المهندس فرج عامر كان كتب امبارح انه قصه اللاعب الاسباني لم تكتمل، رغم انه كان جايب بلاش تماما، لكن هو طلب حاجات كثيره، منها تامين ومنها حارس خاص وسائق خاص، وده مبدا مرفوض، وبالتالي لم تكتمل الصفقه بحسب ما قال المهندس فرج عامر حسب ما قال يعني. واللاعب في الاخر هو لم يعلن عن اسمه، ودي نقطة ذكاء منه عشان ما نروحش احنا نسأل اللاعب يطلع ما كانش فيه حاجة. معايا داخل الاستوديو نجم كبير جدا من نجوم الكرة المصرية والتحليل، الكابتن احمد مجدي، نجم نادي الزمالك السابق. كابتن مجدي ازيك؟ ازيك يا هاني، عامل ايه؟ وحشني. اخبارك ايه؟ وانت اخبارك كمان ايه؟ كله زي الفل الحمد كله لله، كويس؟ كله ماشي الحمد الحمد لله. لله. الدوري راجع خلال يمكن نقدر نقول اقل من شهر، لكن هيبدأ الاول الكرة نفسها ترجع بماتش الاهلي وطلائع الجيش في السوبر. شايف ازاي العودة بانطلاق بقى الكرة من جديد بعد التوقف اللي فات؟ ما فيش توقف كبير، آه. هو توقف يا دوب كده مثلا اسبوعين ولا حاجه وثلاث اسابيع. الانديه ممكن تستعد فيهم، خدت راحه، وطبعا هيبقى فتره اعداد مصغره مش تبقى كبيره. الانديه اللي جابت لعيبه كتير لازم تشتغل عليها كويس عشان تعرف تدخلهم جوه الفورمه بتاعت التكتيك بتاع المدرب او الشغل بتاع المدرب، وهل المدرب اختار اللعيبه دي ولا لا. دي حاجات كتير قوي هتفرق في بدايه الدوري، واعتقد ان كل سنه الدوري بيصعب، يعني الفرق اللي بتطلع من تحت والفرق اللي كملت يعني بتصرف مصاريف كتير كبيره، وفي ارقام كبيره. فيوتشر داخل ما شاء الله بارقام صح. كبيره جدا، سيراميكا كليوباترا نفس الموضوع، البنك الاهلي نفس الموضوع. فاللي معاه فلوس هاني بيخلي الدوري صعب قوي، بيجيب صفقات، بس يعني الشطاره انت تجيب الصفقات انت محتاجها، مش تضرب كل سنه ب 15 صفقه و20 صفقه وبتاع والكلام ده كله، تمشي الناس القديمه. اذا انت الاختيار عندك اصلا مش صح ومش مبني على اساس. لكن في الاخر المصاريف دي بتتصرف على لعيبه تقدر تعلي قيمه الدوري الممتاز، وتقدر يعني التكتيك والشغل الفني بتاع المدربين يقدر يظهر يعني. مين الانديه اللي تتوقع في ضوء الصفقات اللي معموله دلوقتي انه هيبقى بيهدد الكبار او هيبقى فريق مزعج بالنسبه للفرق الكبيره؟ يعني فيوتشر عشان الصفقات كبيره ومعاهم مدرب كويس، كابتن علي. علي ماهر. سموحه ستيل عنده كابتن، يعني المدرب بتاعه احمد سامي. احمد سامي، المدرب معاه من السنه اللي فاتت وعامل شغل كويس جدا جدا، واعتقد ما جابش صفقات كتيره قوي او جاب يعني صفقات اللي هو محتاجها او شايف ان هي ممكن تدعمه. البنك الاهلي بدا يجيب صفقات كتيره، بس هنشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، لان البنك الاهلي السنه اللي فاتت كان جاب برضه صفقات كتيره جدا، لكن شكل الفريق او القوام بتاع الفريق ما كانش مظبوط، كاماكن وكسن والكلام ده كله، التوزيع ما كانش مظبوط. سيراميكا كليوباترا في اخطاء عملها في وسط الموسم هي اللي اثرت على النتائج بتاعته. ايه اهم الاخطاء؟ تمشي كابتن هيثم شعبان وتجيب كابتن ضياء، وبعد كده تمشي كابتن ضياء في وقت ما كانش يمشي فيه، وبعد كده تجيب كابتن هيثم شعبان تاني. دي اعتقد هي اكبر غلطه اتعملت في وسط الموسم. لكن كلعيبه عنده كواليتي لعيبه كويس جدا جدا، عنده تيم كويس يقدر يبني عليه للسنه الجديده، ويقدر يوصل لاحسن بقى من النتائج بتاعت السنه اللي فاتت يعني. الصفقات، الاهلي عمل صفقات وهو واخد بطولتين افريقيا في ظرف 8 شهور لكن خسر الدوري. شايف الاضافات اللي اضافها الاهلي مهمه؟ اكيد اكيد طبعا، وهو محتاجهم في الاماكن محتاجها يعني. الهافين عنده الهافات او الجانب الهجومي عند النادي الاهلي محتاج تطوير. قفشه محمد شريف لكن الهافين محتاجين تطوير كتير. فاعتقد ان الاهلي اختار الحاجات اللي هو يشتغل عليها. وخلي بالك برضو يا هاني، في نقطه مهمه جدا 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 ضاعت الدوري من النادي الاهلي، وهي عدم استخدام ال 30 لعيب اللي عندك. ودي كانت مشكله كبيره. فانت النادي الاهلي النهارده هتشتغل بنفس السيستم هتبقى مشكله كبيره. انت عندك المدرب بيجي عشان يطور اللعيبه اللي ما بتلعبش. اختياراتك، انت مشيت لعيبه كتير ما كانتش بتلعب. في المقابل ما جبتش قدامها. يعني ما جبتش قدامها، فانت عندك ارقام يعني، مثلا سعد مشي. انت بقى عندك اربع مساكين. ممكن في وقت من الاوقات اصابات كبيره او مشكله كبيره تحصل لك، يبقى محتاج تجيب مثلا سد باك كمان، او موجود واحد من الناشئين او واحد من تحت السن. ماشي، في صفقات مشيت ما كانتش بتلعب. فانت دور موسيماني مش ان انت تكسب بس. دور انت تطور اللعيبه اللي ما بتلعبش، عشان لما تيجي تحتاجها على الاقل لو اللعيب الاساسي عندك 80% يبقى اللعيب اللي تحتيه 60% 50%. لكن تطور 11 لعيب او يشتغل على 11 لعيب 12 لعيب 13 لعيب طول الموسم في بطولات كتيره، هو ده هتبقى مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. بس اغلب اللعيبه لعبت، اي نعم مش كلهم خدوا دقائق لعب كتيره، بس اغلبهم لعبوا. يمكن ناصر ماهر اكتر اقل اللاعبين اللي شاركوا في الاهلي الموسم اللي فات. لعب قد ايه؟ كنت شايف ان التوزيع برضو للدقائق طبعاً غلط. ما هو انت بص الفريق بص يعني اجهد انت بسبب ده. ايوه، انت دلوقتي بترسم خريطه شغال فيها، وعارف مثلا انت بعد بطوله افريقيا هترجع للدوري. ايوه، فانت اوريدي الدوري وعندك كل 3 ايام ماتش، كل يومين او كل يومين ونص ماتش.
انت تاجل لك ماتشات في الدوري اوريدي عشان بطوله افريقيا، وده انا من وجهه نظري اكبر غلط اتعمل في الكوره في مصر، ودي مبوظه الكوره في مصر. ليه؟ على الاهلي والزمالك وبيراميدز. ليه؟ انا دلوقتي هاني في الوقت الحالي انا باخد طياره خاصه. الطياره الخاصه دي بتوصلني في 6 ساعات 7 ساعات 10 ساعات ماكسيمم. انت مثلا بلعب السبت، ليه ما اجيش العب الاربعاء؟ زي اوروبا. انت دلوقتي احنا كان عندنا مشاكل في ايه؟ انا كنت بسافر 24 ساعه طيران وترانزيت ومش عارف ايه وبتاع، وارجع في يومين واسافر في يومين، اجهاد فظيع. لكن انا دلوقتي اوريدي لو انا حطيت جدول على الناس كلها، على الاهلي وعلى الزمالك وعلى بيراميدز، الناس اللي مش والمصري هيشارك في افريقيا، وقلت يا جماعه الناس هتلعب السبت هتيجي تلعب الاربعاء للكل، انت تبقى عارف عندك جدول محضره وشغال عليه. لكن انا دلوقتي جيت اجلت افريقيا، جبت اجلت النادي الاهلي الدوري ولعبت بيه افريقيا. رجعت الاهلي هيلعب كل يومين ونص ماتش. الاهلي جه في الاخر ما اتحملش الكلام ده. هل انت كاتحاد كره مطالب ان انا اجل الدوري الاهلي كمان للدوري؟ لا، عشان يلعب كل اربع خمس ايام ماتش او كل اربع ايام ماتش نعمل استشفاء والكلام ده كله؟ لا، انت اوريدي عندك 30 لعيب. انت وافقت اللي انت تاجلك عشان افريقيا عشان تيجي تلعب الدوري. أيوة. بعد ما خدت افريقيا انت عندك 30 لعيب لازم تستخدمهم. ما استخدمتهمش دي مشكلتك انت بقى. لان معلش مع احترامي لما يكون الاهلي والزمالك وبيراميدز مش هيستخدموا 30 لعيب بتوعهم اللي هم المفروض عندهم 30 لعيب من احسن اللي موجودين. مظبوط. ما هتكلم عن المحله واتكلم عن ما تكونش فروق كبيره، هتكلم عن المحله واتكلم عن على الانديه اللي هي الوسط او الصغيره. يعني الوسط في اللي معاش صغيره على مستوى القائمه يعني، مش على مستوى التاريخ امكانيات يعني. هتكلم عليهم واقول لهم ايه؟ الله يكون في عونهم. فهو ده اللي فرق، ده اللي يفرق لما تيجي تلعب ماتشات كتيره يا هاني، لازم توزع اللعيبه اللي موجوده. بدل ده موجود في قائمه النادي الاهلي والزمالك، يبقى اوريدي ده يعني اهل المكان. اما اجي العبه بس في الاخر لازم اهتم بيه ولازم اشغله، لازم اشتغله. التكتيك اللي بيشتغله هنا ده بيشتغله هنا. الجزء البدني حتى لو انت ما بتلعبش ماتشات هنا لازم العبك ماتشات وديه. وهكذا، عشان اما اجي هحتاجك. لو احتاجتك ولقيتك 50% 40% لا هتبقى في دروب كبير طبعا. طيب محمد محمود تفتكر هيكون ليه دور في الموسم الجديد بالنظر لان قفشه كان واضح انه ملوش بديل فشارك في اغلب المباريات رغم ان بديله ناصر ماهر كان بعيد تماما يعني، فهل تفتكر محمد محمود بعد عودته للمشاركه في ماتش ودي في الايام اللي فاتت هيكون ليه دور؟ مش بسهوله. ليه؟ ليه؟ لان قفشه اوريدي يعني. بص الاهلي انا من وجهه نظري في ثلاثه ما لهمش بدلاء. علي معلول وقفشه ومحمد شريف. وظهر بالذات علي محمد شريف وقفشه، او قفشه متصاب فتره غير طريقه اللعب ولعب بثلاثه في وسط الملعب. محمد شريف لما اتصاب الزخم الهجومي او القوه الهجوميه على النادي الاهلي اصبحت ضعيفه جدا جدا جدا. ده يسال عليه السكواد الموجود، الاختيارات اللعيبه، ويسال عليه المدرب اللي هو ما طورش حد او ما خلاش حد موجود بديل لقفشه يعني. ناصر ماهر انا بتكلم ناصر ماهر قول انا مش مقتنع يعني، انت هو كمدرب مش مقتنع بيه. طيب انا لازم احطه في الملعب قدام الناس عشان ابين اللعيب ده انا مقتنع بيه ولا انا عندي احقيه في الموضوع ده. وغير كده كمان هاني، بس هو مش مضطر، لو هو مش مقتنع بيه مش مضطر انه يقول للناس شفته وحش ازاي. لا ليه بقى هاني؟ انا دلوقتي الراجل ده في برضه اسباب كده نفسيه. لما اجي احط لعيب بقاله فتره ما بيلعبش، اولها ايه؟ ان هو عاوز يقاتل ويثبت للمدرب ان انا موجود. صح. القوه البدنيه هتلاقيها مختلفه موجوده. الناس الراجل ده عاوز يوري للناس اللي انا مظلوم في المكان ده او ما بلعبش. فانت الحاجات دي لازم تستفاد بيها، حاجات صغيره بس انت كمدرب لازم تستفاد بيها. وفي الاخر انت ظهرته، ما انت بدل ما غير طريقه اللعب وغير التكتيك بتاع الطريقه بتاع اللعب كلها، وانا بلعب 4 2 3 1 من اول الموسم، والاهلي بيلعب بقاله فترات كبيره جدا 4 2 3 1، بدل ما غير 4 3 3 واحط ديفندر زياده، فلما احط الراجل ده واجربه واشوفه، على الاقل ابقى شفت المستوى الفني بتاعه اخباره ايه. لما قفشه يغيب يبقى انا عندي اوريدي الراجل ده موجود لحتى استخدمه نص ساعه شوط الكلام ده كله. لكن في الاخر ما استخدمتوش. محمد محمود راجع من اصابه كبيره. هو نفسيا هتلاقيه بس مقلق. لا نفسه كوير قوي يعني، هو هتلاقيه مقلق هاني. عارف الاصابات الكتير دي بتخليك مقلق غصب عنك. طب بس انا حاسس بايه؟ طب بلاش اعمل مش عارف ايه الكلام ده كله. هياخد وقت عقبال ما يخرج من من طبيعه الاصابه. مع الوقت بقى والثقه والكلام ده كله ممكن يبقى له دور طبعا، لكن في الوقت القريب ما اعتقدش. اضافه بما انك قلت ان محمد شريف من اللاعبين اللي ما كانش ليهم بدائل في الموسم اللي فات، اضافه حسام حسن لاعب منتخب ولاعب متألق كان في الدوري الموسم اللي فات قبل ما يمشي من سموحه، شايفها اضافه قويه بتزود عمق الاهلي بالنظر لان مروان محسن مثلا مشي من الفريق؟ طبعا. وقلت لك مع مشاركه البطولات الكتيره للنادي الاهلي هيبقى ليه طبعا ليه اهميه، ولكن محمد شريف مختلف. في ايه؟ ايه الفرق بين حسام وشريف؟ محمد شريف دايما بيشتغل من الحركه، ودي قليله جدا في مصر.
المهاجم يعني مهاجم القليل جدا اللي هو بيبقى واقف بين الاثنين سيرد باكين، ما بيبقاش ممسوك، اللي هو انا لما اقف قدام سيرد باك والسيرد باك ماسكني والتاني مغطي ورايا حلو قوي نزل فل كده، لكن الراجل ده دايما بيقطع لقدام. وطريقه لعب موسيماني في الشغل الفني بتاعه ان هو بيدخل عمق الملعب دايما مع حسين شحات وطاهر محمد طاهر عشان استحواذ، عشان يفضي المساحات في ظهر المدافعين عشان يقدر يلعب كره طويله. لكن اغلب المدافعين اغلب المهاجمين في مصر بيشتغلوا من الثبات، لكن محمد شريف هو اللي فارق جدا 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 عن اي مهاجم في مصر هي الحركه. وشوف كام جون جابه بالطريقه دي. مظبوط صح، والربط بينه وبين قفشه كان واضح جدا، تفاهم كبير يعني بين الاثنين وتحركاتهم. حسام حسن ايه الاضافه اللي بيضيفها للاهلي؟ حسام عنده هداف، يعرف يجيب جوان، يلعب دماغه كويس، يلعب برجليه كويس، ويقدر ينزل عن يعني ده شكل في الهجوم، وده شكل يقدر يسحب المدافعين ويقدر يشتغل الهافين من وراه. فانت عندك اوريدي اوبشن اللعيب اللي بيتحرك من الحركه، وعندك اوبشن اللعيب اللي ممكن ينزل يستلم ياخد المساكين او يسحبهم ويسحب عينيهم ويقدر الهافين يشتغلوا من وراه. فانت في الاخر عنده، وغير كده كمان هيبقى يعني تبديل مناسب محمد شريف. لما محمد شريف يغيب، لا حسام حسن لا مهاجم كويس. غير لما كان والتر بواليا كان موجود، لا في تحس ان ده الدنيا مختلفه تماما. مختلف. طيب ماتش الاهلي مع طلائع الجيش، مواجهه موسيماني مع عبد الحميد بسيوني، وكانت مواجهه الحقيقه في ختام الدوري اللي فات من المواجهات اللي يمكن حسمت بشكل كبير انتقال الدوري من الاهلي للزمالك. شايفها ازاي يوم الثلاث باعتبار ان هي عوده النشاط الكروي مره ثانيه؟ لا هتبقى ماتش صعب. صعب طبعا، ماتش صعب. ليه؟ عبد الحميد بسيوني مطور فرقته كويس جدا، بس في كتير مشيوا وخيرهم عمرو جمال اهو. بس بص يا هاني، اللي بيصعب الدنيا ايه؟ ان انت ده ماتش. هو ماتش. فانت اوريدي لو عرفت توصل لضربات جزاء او الكلام ده كله، هو في الاخر ماتش ممكن يخلص بضربات جزاء واكسب. فهي دي صعوبته. مش ماتش في الدوري ثلاث نقط وممكن اعوضهم بعد كده والكلام ده كله. فبدايه موسم وكابتن عبد الحميد عاوز ياخد بطوله. يعني زي ما النادي الاهلي عاوز ياخد بطوله، كابتن عبد الحميد عاوز يخش تاريخ وياخد بطوله مع نادي طلائع الجيش، وبرده طلائع الجيش دعم بلعيبه. فانا شايف الماتش مش هيبقى سهل. مش هيبقى سهل، وبدايه موسم، ما فيش راحه كبيره. بس في الاخر لا، يعني بدايه موسم وكل الناس عندها الطموح وكله عاوز يكسب. لا ماتش مش هيبقى سهل. بالمناسبه كان امبارح الاهلي استفسر من اتحاد الكره المصري عن موقف الصفقات الجديده بالمشاركه في مباراه السوبر، يعني احمد عبد القادر، كريم فؤاد، عمار حمدي، اللاعبين اللي جايين من الاعاره او المنضمين حديثا، حسام حسن، اي حد يعني اللعيبه اللي هي لسه منضمه. فبيسالهم ايه قصتهم، هل في اي قلق من المشاركات؟ فاتحاد الكره النهارده رد للاهلي لما سالنا الاتحاد والاهلي، يعني قال لنا انه قال لهم لا، مفيش اي لاعب من اللي موجودين في القائمه بتاعتك يا اهلي ممنوعين من المشاركه امام طلائع الجيش، وده ردا على استفسار الاهلي اللي عمله بالامس. لكن بعيدا عن الاهلي فالزمالك، هبدا معاك كابتن مجدي بقصه الحرمان من القيد. هو حتى الان الزمالك بيحاول يمكن ياجل يمكن يتلغي، شايف ازاي اداره الملف ده؟ شايف ازاي المفروض الزمالك يتعامل معاه بالنظر لانه ضم بالفعل ثلاث صفقات لكن حتى الان معلقين غير مقيدين؟ بص انا مش يعني مش لامن باللوائح، بس انا اعرفه لو اعتقد لو الزمالك دفع الفلوس للفريق. لا المشكله ما بقتش فلوس دلوقتي، الفيفا قايل للزمالك انت بتاع مشاكل، يعني عندك مشاكل كتير. فمن عندهم بقى المشكله دلوقتي، يعني حتى رغم الصلح اللي حصل بين الزمالك خلي والفريق. بالك بص يعني عشان نتكلم بواقعيه، هو دي اخطاء ناس قديمه، يعني 100% ادارات قديمه طبعا، وما يتحملهاش اللجنه دي في الاخر. انت اللجنه بتحاول على قد ما تقدر تحل المشكله. هاني ان انت لما بتيجي تتعامل مع مجالس اداره بيقول لك انا ماليش دعوه بالقبليه، مفيش الكلام ده. انت دلوقتي انت نادي الزمالك ده نادي عند موجود عند الفيفا وفي افريقيا وفي الكلام ده كله كنادي، مش اسماء مجالس اداره. فلما يجي مجلس اداره يقول لك انا ماليش دعوه باللي فات، انا اشوف الفلوس اللي الناس اللي موجوده دلوقتي والصفقات اللي بجيبها دلوقتي، ده حاجه. بس الحقيقه ان هم ما قالوش كده، اللجنه الحاليه ما قالتش. انا ما بتكلمش على اللجنه دي. انا بتكلم في اللي قبل كده. مظبوط. يعني انا لما باجي الطبيعي جدا ان انا بحط كل الخطط دي قدامي. الناس دي الله يكون في عونها، الله يكون في عونها، بقى لها فتره قد ايه دخلت النادي وبيحاولوا يحاربوا، خدوا من 8 بطولات جماعيه خدوا 6، فده انجاز واعجاز كبير جدا في وسط الظروف اللي بيمر بيها النادي. لكن في الاخر الناس بتحاول تحل، لكن انا بتكلم على قبل كده. انا ما ينفعش اجي اقول انا ماليش دعوه بالقبليه، مفيش حاجه اسمها كده. انت موجود في مجلس اداره الزمالك عشان ده النادي. النادي اللي بيتوقف له قيد، والنادي اللي عنده مشاكل في الفيفا، واللي بيمشي لعيب من هنا ويديك ويعمل لك شكوى ويكام، فانت في الاخر مسؤول مسؤوليه كامله. صح. ما ينفعش ان انا، هي دي مشكله نادي الزمالك، ان مجالس الاداره ما بتسلمش لبعض. لا هو كل اللي موجود انا ماليش دعوه بالقبليه، ده كان خارب النادي، ده كان مش عارف عامل ايه في النادي، ده عامل ايه في النادي، مفيش الكلام ده يا جماعه. انتوا دلوقتي بتحبوا النادي الزمالك حاجه واحده، تحلوا اللي موجود على قد ما تقدر، وما تسيبش مشاكل اللي بعديك. لو قدرت تحلها ما تسيبهاش اللي بعديك تقول انا ماليش دعوه.
هي دي مشكله كبيره يا هاني. خلينا نتوقع كده مثلا يبقى الوضع على ما هو عليه والزمالك حرم من صفقات الصيف، هو فترتين فممكن حتى يناير، لكن الزمالك بيحاول يقللها بيحاول يبعدها. فاي مكان لو في الصيف الزمالك ما قيدش لعيبه جداد، هيكون في ازمه على مستوى عمق القايمه بتاعت الفريق؟ تبقى اعتقد في ليه؟ مشكله. ايه اهم المشاكل اللي في الزمالك فنيا؟ دلوقتي اقول لك على حاجه، انت دلوقتي انت مشيت كام لعيب؟ محمد عبد السلام مشي، كريم بامبو كان اعاره ومشي، مظبوط، اسامه فيصل اعاره، اسامه فيصل مشي، رجع لك الاعارات. انت مثلا يعني ونجم وعمر سعيد ومصطفى فتحي رجعوا لك، حته زي المدافع دي مثلا، انت عندك ثلاث مدافعين بس، وضم محمود شعب طبعا رابع، لكن شبانه لكن غير مقيد، احنا بنتكلم على عندك ثلاث باعتبار عندك ثلاث مدافعين، ودي مشكله كبيره جدا جدا جدا. هتحتاج ان انت تمرن حد مثلا من الباكين، واحد زي عبد الشافي ممكن اقرب واحد يلعبها، تمرنه اللي هو يلعب سيرت باك عشان يبقى في اي ظرف من الظروف. مش هتعرف تجيب لعيب رقم سته، ودي مشكله كبيره. انت عندك مشيت محمود عبد العزيز تقريبا، محمود عبد العزيز تقريبا مشي على ما اعتقد، محمود عبد العزيز تقريبا مظبوط مشي. فانت عندك الزمالك وجه له الشكر، عندك رؤى وعندك طارق حامد وعندك امام عاشور، فدي برضو مشكله كبيره. واسلام جابر، واسلام ممكن جابر ممكن انه بيلعب في المكان ده، اسلام جابر ممكن يلعب في المكان ده، بس مش المكان الاساسي مظبوط، بتاعه، مش اللي يشيل ماتش، فيعني لانه مش مركزه، هو بيلعب في المنطقه اللي قدام. فانت في الاخر عندك مشكله، مش هتعرف تجيب رقم سته. هتخش تحت الفراوده، رجع لك مصطفى فتحي، ورجع لك وطبعا ونجم ونجم يرجع لك، فما اعتقدش الحته دي هيبقى فيها مشكله. المهاجم كنت المفروض تجيب مهاجم، ما مش هتعرف تجيب مهاجم. فانت في الاخر عندك السدباكات عندك مشكله فيهم، وعندك ثلاث لو حمد النقاز ما تقيتش برضه، بقى عندك المكانين زي ما هم. فهي هتبقى حته السدباك هي اللي هتبقى مشكله. الزمالك والجون كمان، خلي بالك الجون، انت عندك هو الجون. عنده الزمالك دلوقتي عواد وابو جبل ومحمد صبحي عير، فانت بالتالي عندك الاثنين دول من الاسماء الكبيره يعني. بس برضو يعني انت ممكن اي حد تصاب فيهم، الصغير بس عندك حتى اثنين. ما انت حتى الصغير كان احمد نادر، نادر مشي، كان هو اللي موجود في مظبوط. الاول وبتاعه، كان ما تعرفش مين التالت. اصل انت خلي بالك برضو يا هاني، انت وقت من الاوقات ممكن اي حاجه تحصل لا قدر الله الاثنين، بس انت مش عايز ثلاثه، ما انت معاك اثنين يعني، اعتقد ممكن مش تجيب واحد ازمه متوسط حقيقي. كنت تجيب واحد متوسط. اصل انت برضو انا بقول لك، انت في الاخر لو تفتكر الدوري بتاع جنش لما تصفي وبتاع والكلام ده كله، وعمر صلاح وعمر بعد صلاح كده بديله. يعني في اوقات، في وقت من الاوقات انا كنت الثلاثه الكبار مبقاش موجودين، انا كنت مع الحته دي مليون في الميه. لكن برضو انا سمعته كمان ان النادي طالب من عواد ان هو ينزل العقد بتاعه، الله اعلم هيوافق ما يوافقش، ممكن ما يوافقش، ممكن يطلعوه كمان. مش هيوافق، ما انا بقول لك ممكن يطلعوه كمان، لانه هيبقى مبلغ كبير، فممكن يطلعوه، فانت ساعتها هتبقى الدنيا عامله ازاي. فانت في الاخر انا كرأيي الشخصي كان الزمالك كان لازم يحسم الاول حته القيد قبل ما يطلع لعيب. يعني اللعيبه موجوده لغايه اما اشوف موضوع القيد، القيد هلعب يعني، هلعب يعني هفتح القيد، اسيب اللعيبه دي واجيب اللعيبه دي، مش هفتح خصوصا ان القيد. الزمالك بيقول انه عارف من يونيو القصه دي، فلما ماشي لعيبه وانا مش عارف اقيد، دي مشكله كبيره يعني. حته السدباك دي هتبقى معضله. انا شايف ان عبد الشافي لازم يتمرن من دلوقتي على الحته دي فعلا. عبد الشافي يعرف يقوم بالدور ده، لعيب تكتيكي وذكي، ويقدر يشتغل كويس فيها يعني. لان انت خلي بالك انت ما عندكش غير ثلاثه، عبد الغني عبد الغني ومحمود علاء والونش، وتدخل بقى ممكن مع عبد الشافي مثلا معاه. طيب مصطفى محمد قد يكون حلا في القصه دي لو قطعت الاعاره من جلاله السراي، لان ساعتها مش هيكون لعيب جديد طبعا، فهيكون ساعتها لعيب بيعود للزمالك من مش هتجيب حد احسن من مصطفى محمد في الحته دي يعني. لو قعدت دورت وحتى بره مصر ولعيبه افارقه او لعيبه شمال افريقيا، مش هتجيب حد زي مصطفى. بس الله اعلم هتقطع ولا لا، مش هتقطع الاعاره دي. ولو اتقطعت هيبقى بفلوس ولا ببلاش؟ ببلاش، ما انا بقول لك لسه لا، وما اعتقدش مصطفى عاوز يرجع، عاوز يكمل في اوروبا، فما مش هتبقى سهله يعني. طيب لو اعتبرنا ان القيد اتفتح والثلاث صفقات اتعملت واتأيدت، ساعتها هتلاقي عندك اثنين باكين يمين اجانب، ثلاثه كده انت لا بتكلم على الاجانب. عندك المسلوسي اللي ظهر بمستوى كويس في نهايه الموسم، والنجاز اللي هو جاي لو اعتبرنا الزمالك ما اعاروش. هل ممكن الاثنين يتواجدوا في نفس الماتش في الملعب بالنسبه للزمالك، ولا ما لهمش طريقه؟ لا طبعا. في حد منهم بطريقه لعبه ممكن يتغير مركزه، سواء يتقدم لقدام خطوه او يلعب كمساك طريقه غير ثلاثه لو مثلا؟ انا بفكر ممكن الزمالك يلعب ثلاثه كويس، 3 4 3، ودي طريقه حديثه وفيها جانب فني إزاي؟ كبير جدا في دول القايمه الحاليه. انا من وجهه نظري انا احط سيرت باك ناحيه الشمال عبد الشافي،
تمام. بدايه الهجمه كويسه جدا جدا جدا، بيعرف يغطي كويس، يعرف يطلع بالكوره. عندك مثلا الونش في النص، محمود علاء او عبد الغني ناحيه اليمين. هتحط بقى الباكين، واحد زي مثلا فتوح لانه لعبها مع منتخب الامم شمال ناحيه الشمال. تحط مثلا النقاز او المسلوسي او حازم. مين فيهم لو هتقارن بين الاثنين هجوميا؟ لو حازم واقف على رجله، هو حازم احسن واحد في الحته دي، احسن الهاف باك اللي هو اللعيب اللي، لان انت اوريدي عندك حد بيغطي من تحتيك زي زي طريقه لعب تشيلسي. عندك نندي في دارين، امام وطارق. بس هتلعب بثلاثه اللي في عمق الملعب، اثنين في عمق الملعب، مش هتلعبهم اطراف. انت عاوز واحد زي مثلا زي بن شرقي واحمد سيد زيزو يعملوها كويس جدا جدا جدا، لان عاوز لعيبه بتستحوذ على الكوره كويس. وهتحط الجزيري. الجزيري لكن الاثنين في نفس الماتش صعبه، هيتلعبوا مين؟ مسلوسي والنجاش. مش هتقعد احمد سيد زيزو اكيد، مش هتقعد زيزو لا طبعا. صعبه، لا من رابع المستحيلات كمان. لان هو هل هي اصلا منطقيه؟ لا، الميزه بتاعت الاجانب في نفس المركز. لا، ما انهي مركز؟ هو بتفرق. باك يمين؟ لا، باك يمين لا، لانه مركز ميت. لما تيجي تبص على الزمالك وهو بيلعب، الزمالك هجوميا في الباكين هجوميا مش يعني هجوميا الباكين مش يعني ما بيروحوش كتير قوي قوي قوي، لا هو دايما الشغل دايما في عمق الملعب والاطراف. فانت في الاخر الباكين لا، ما بي مش الباكين مش المكان اللي انا مثلا ايه بنحاول بيه هجوميا. لا، لكن انا اعملهم امتى؟ ممكن احط تحت الفراوده، احط اربع اجانب عادي جدا، لان المكان حساس ومكان قوي والروتيشن فيه مهم. طيب قبل ما نروح لاوروبا، عايز اتكلم معاك شويه بقى عن تشيلسي وعن مانشستر يونايتد وعن غيره من الانديه وباريس سان جيرمان وميسي، لكن هتكلم معاك عن المنتخب شويه. كارلوس كيروش شايف ازاي التحركات الاولى ليه لحد ما اعلن النهارده عن قائمه مبدئيه للمحترفين؟ من اللي بقراه وبشوفه انه عاوز يشتغل. جاي يشتغل ومعندوش وقت وعاوز ينجح. في الاخر لو ما استفدتش بكل دقيقه قدامك في التوقيت ده، ما اعتقدش هتعرف تنجح، لان التوقيتات صعبه جدا. وانت دلوقتي ليبيا يعني في المركز الاول، فانت اوريدي الماتشين الجايين بالنسبه لك حياه وموت، وعاوز تكسبهم باي طريقه ممكنه. فانت لو ما اتحركتش وبدات تعمل تقارير بسرعه 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 وتشتغل على اللعيبه وتبدا تتفرج على اللعيبه كمان، مش بس تعمل تقارير عن اللعيبه اللي بره، لا انت لازم تبص على اللعيبه او القوام مثلا او الماتشات الاخيره اللي انت اللي المنتخب لعبها، وتشوف اللعيبه بتتحرك ازاي وبتشتغل ازاي والكلام ده كله. كل ده الفرجه، خلي بالك يا هاني، حتى لو ما عندكش وقت بتديك مساحه في الشغل. بقيت عارف اللعيب بيتحرك ازاي، سرعته عامله ازاي، بطيء سريع، بيستلم ازاي، بيستلم ازاي، بيتحرك صح ولا بيتحرك غلط، بيغطي ولا بيغطيش. كل الكلام ده كله بيديك داتا عن اللعيب، عشان لما يجي تحطه قدامك يبقى انا اوريدي وصلت على الاقل 50 لعيب 50% من اللاعب في الداتا بتاعته كشغل نظري. بعد كده العملي بقى هو يقدر يشتغل معاه. شفت قائمه المحترفين المبدئيه النهارده؟ شفتها. استعرضها معاك وتقول لي مين هيكمل من وجهه نظرك ومين ممكن يخرج. طيب تعالى نستعرض قائمه من المحترفين مبدئيه اعلنها النهارده كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني. طبعا محمد صلاح متواجد فيها كابتن المنتخب. طبعا مش محتاج. مش محتاج. محمد النني هيبقى موجود طبعا اكيد، بس بلا من الاصابه يعني. مظبوط. رقم ثلاثه سام مرسي. ما تعتقدش انه هيكمل في القائمه النهائيه. احمد حسن كوكا. انضمامات عديده للمنتخب، مشاركات قليله. ايه السبب يا كابتن مجدي؟ هل المشكله فيه ولا في طريقه المدربين؟ لا، هو طريقه لعبه صعب حد يعني حد يصبر عليه. كوكا من النوعيه اللي هي الهاديه جدا في اللعب، فلازم يكون مدرب عارفه كويس جدا جدا جدا، عشان المدربين لما بيلعبوا معاه بره في اوروبا عارفينه. انه ممكن في الدقيقه 80 يجيب لك جول، في الدقيقه 70 يجيب لك جول. ممكن في يعني الاول الماتش ممكن ما يبقاش ماشي معاه الدنيا والدنيا هاديه، فبيبقوا عارفين ده هو ستايله كده. في مدربين ما يقدروش يصبروا على الحاجات دي، في مدربين تنشن على طول وعاوزين اللعيب اللي بيجري وبيتحرك وبيشتغل ومش عارف ايه وبتاع. فما تيجي تبص عليه وصل لايه مع المنتخب ما تلاقيش وصل حاجه، لكن ناجح في اوروبا جدا. مظبوط، صح. طيب نكمل باقي المحترفين المنضمين للقائمه. مصطفى محمد لو ما فيش مشاكل اعتقد طبعا موجود. لو ما فيش مشاكل يعني لو ما فيش حاجه حصل يعني قرارات، ما فيش قرارات مثلاً بتاع اعتقد طبعا هيكمل. حكيت انا من شويه القصه انه كان ايه اسباب انه انفعل بالشكل المبالغ فيه ده، كان خلاف مع الكابتن حسام البدري. عمر مرموش انضمام اول للقائمه في حياته. بص، هي حاجه معنويه كويسه، بس لما تيجي تبص مين اللي ممكن يلعب في المكان ده، تلاقي محمد شريف يا مصطفى محمد. ما اعتقدش يعني لو تالت بعديهم ممكن يبقى هو مرموش ولا احمد ياسر ريان. بما انه المحترف احمد ياسر برضه. لا، احمد ياسر ليه افضليه طبعا، افضليه على مرموش. المرموش الصغير في السن هو ممكن يبقى حاجه معنويه، ان هو ان احنا بنبص على الناس كلها. دي حاجه يعني انت بتعرفك ان المنتخب، لا ان الناس كلها تتشاف او الناس كلها تبقى موجوده وهنبص على الناس كلها. وخلي بالك يا هاني، اللعيب المحترف ليه افضليه شويه في حته التدريب برضه في اوروبا، والتكتيك والشغل الفني مع المدربين والتنظيم والجزء البدني، كل الكلام ده كله بيبقى ليه افضليه، لانهم بيتمرنوا بطريقه ثانيه واسلوب ثاني ونظام ثاني واكل وشرب
وانتظام في التدريبات وكل الكلام ده كله، فبيديك افضليه حتى لو ما بيلعبش في فرقته هو ليه افضليه. باقي المحترفين الاجانب او عفوا المحترفين في في الدوريات الاجنبيه، كريم حافظ تفتكر هينضم في القائمه النهائيه؟ ممكن، ممكن. لان المكان ده عندنا ناقص، ظهير ايسر مكان يكون ناقص. مع مين؟ اخر معسكر طبعا كان البدري مش كيروش، كان في فتوح، عبد الشافي، ايمن اشرف، لو اعتبرناه يعني ظهير ايسر لانه شارك كظهير ايسر مع المنتخب. عبد الشافي ما شاركش، وانا قلت وانا كانت علامه استفهام بالنسبه لي ان انا انه ليه واخد عبد واخده؟ الشافي، انما هكرمه طبعا حتى ما لعبش. ومعلش عبد الشافي لسه مش مجال التكريم، لان عبد الشافي اوريدي واقف على رجله كويس جدا مع نادي الزمالك وبيلعب ماتشات كلها الاساسي، هو الاساسي. لكن انت محتاج فتوح في القوه الهجوميه، لو انت هتهاجم انت محتاج فتوح في الحته دي. لكن انا ايمن اشرف ما حبسش في الحته بتاعت الحته الباك ليفت. وطبعا اخيرا احمد حجازي، طبعا حجازي من الناس الاساسيه وماشي كويس جدا جدا، اهم عنصر يمكن في دفاع طبعا المنتخب برفقه، يمكن المكان ده في المنتخب مش مقلق في وجود عبد الشافي، عفوا الونش حجازي والونش، الونش مش كده؟ طيب هسيب مش المنتخب يعني، لكن هسيب القائمه بتاعت الاجانب او المحترفين المصريين في الخارج واسالك بشكل عام، ايه روشته نجاح كيروش؟ لانه البدري تاهل لامم افريقيا وكان لسه عنده حظوظ في تصفيات كاس العالم، لكن الاداء ما كانش مرضي وكانت الاغلبيه شايفه انه الاداء مش حلو ومش مبهج او لا يبعث على التفاؤل فمشي. كيروش ممكن تنصحه بايه؟ لكن بعد ما اقول خبر سريع جدا، النهارده يمكن في اتحاد الكره المصري تم الاعلان عن رابطه الانديه ان هيقودها طبقا للاتحاد المصري لكره القدم في 5 اعضاء: الكابتن عامر حسين، شريف صالح، خالد رفعت، احمد دياب اللي هيكون رئيس الرابطه، وهيعاونه كمان عماد متعب هيكون نائب. لكن اتحاد الكره رشح اسمين هما اللواء بسيوني، صفي الدين بسيوني عضو اتحاد كره سابق، واللواء ثروت سويلم اللي هو المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكره المصري واللي هو معانا على التليفون دلوقتي. سياده اللواء ثروت سويلم اهلا بيك منورنا. اهلا سيدي، ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله، يا رب تكون كويس. مبسوطين احنا نسمع صوتك حبيبي، وحشتنا والله. ربنا يخليك وحضرتك كمان. يعني عايز افهم طبعا بعد تعيين او الاعلان عن الاسماء الخاصه بالرابطه، ايه الدور المتوقع ان احنا نشوفه الفتره اللي جايه سياده اللواء؟ والله زيني طبعا انا بالنسبه لي انا فوجئت ان ترشيح المهندس احمد مجاهد اللي هو الصفيه بسيوني وترشيحه ليا، وطبعا ده يعني لان انا من تاريخ ما سبت اتحاد الكوره في 25/8/2019 يعني بعدت تماما عن المشهد الكروي تماما، واحتراما للي ماسك الاتحاد الكوره واللي بيدير اتحاد الكوره، واحتراما لنفسي ان الموضوع انا بقيت بعيد عنه ومرحله عدت بالنسبه لي، الا ان فوجئت بعد سنتين لترشيحي ان انا اكون في الرابطه. امتى عرفت بترشيحك سياده اللواء؟ والله انا كنت في دبي امبارح تقريبا، كان في تكريم كده في مركز العرب الاوروبي، وكنت انا مقر مني وكده، وانا جاي لقيت ناس بتكلمني وبقلت المهندس احمد مجاهد بيكلمني، والمهندس احمد مجاهد يمكن كانت مفاجاه بالنسبه لي لان هو عارف ان اختياره ليا، بعيد تماما عن المجاملات، لان انا كان خلافي دايما مع المهندس احمد انه راجل ما بيجاملش ابدا، وانا يعني مشهود عليا ان انا بجامل وبجامل بلدياتي والشرقيه وزي ما انت عارف القصص اللي كانت بتتقال، ولكن انا طبعا شكرته جدا ان هو فكر انه يطرح اسمي وقال لي لا ده احنا عاوزين نعمل رابطه قويه وفي خبرات، وانا اعتقد ان احنا خلال 7 سنين كان ملف الدوري والامن والكلام ده كان انا والكابتن عامر حسين كان لينا دور كبير جدا فيه، وبالتالي طبعا ما ينفعش ان البلد وفي ظل ان القياده السياسيه في جمهوريه جديده ان احنا نبدا نقول لا ما ينفعش ورابطه ليه، وانا فقلت له انا يشرفني. طيب ايه بقى الرابطه؟ الكلام اللي انت حضرتك بتقوله ده انا اول مره اسمعه، مفيش حاجه اسمها رئيس ونائب والكلام ده، لان انا الموضوع لسه اصلا المفروض يتقعد يوم الاربعاء ونشوف ان تسهيل العمل هيكون ازاي. لان انا اقول لحضرتك على حاجه، الرابطه ان ما كانتش مبنيه على قوه ومبنيه على اساس كويس، يبقى احنا ما دام رابطه وده حلم كنا بننتظره ان يبقى في رابطه يشكل الدوري وتعمل مسابقه دوري محترم وتعمل موارد للانديه بشكل محترم، ان ما كانش كده يبقى ما لهاش لازمه الرابطه.
فبالتالي هنبدا دلوقتي نقول ده انا فلان هيجي فلان هيمسك، لا لا مفيش كلام من ده، لان احنا معلش احنا مش انت بتتكلم على اسماء السبعه اللي موجودين، كل واحد ليه كيان شخصي ليه واسم معروف. انت النهارده بتتكلم معايا، انا برضو وكيل لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب، بتكلم على صفي بسيوني ابن المؤسسه العسكريه، بتتكلم على كابتن عماد متعب، على الاستاذ احمد دياب عضو مجلس الشيوخ، بتتكلم على الكابتن خالد رفعت، على الكابتن شريف، الكابتن عامر حسين اللي عمل مسابقه كوره في وقت الناس كلها كانت بتهاجمه، ما تعرفش قد ايه ان الكابتن عامر حسين انا اللي كنت ملاصق ليه في الدوري وكده، عارف الصعوبات اللي كانت بتقابلنا ازاي. فبالتالي المفاتيح دي كلها انت دارسها وعارفها، عشان كده لما تيجي تعمل النهارده رابطه فيها اتنين مارسوا الحياه في الكرويه كمسابقات وكلام من ده، مش هتاخد منك المجهود اللي ممكن اي حد جديد ما يعرفوش. بالتالي يعني حضرتك مش اعتراضك على ان يكون في نائب ورئيس، لكن اعتراضك على اسماء اللي انا ذكرتها ان هي تكون رئيس ونائب. لا طبعا بحكم الخبره بتاعت حضرتك مثلا. لا انت اصل الكلام ده يعني اصلا ما تقليش. هو الواقع او اللي هي الخطوات طبقا للائحه، ان حضرتكم بتجتمعوا في اول اجتماع بيتم اختيار من جانبكم رئيس ونائب. من السبعة، لكن ما وصلنا من السبعه، ما وصلنا اليه من معلومات ان سيكون الرئيس احمد دياب ونائبه عماد متعب، ده حضرتك بتعترض عليه. على فكره يعني احمد يعني حبيبي واخويا وصاحبي، وطبعا كابتن عماد بلدياتي وصاحبي، لكن ما اتكلمش على كده برضه. مفهوم. انت بتتكلم على الخبرات. لا سيبك مني انا برضه. انت بتتكلم فيه اللي هو اصل ده مش مجال خلاف. وعلى فكره احنا في لجنه الشباب والرياضه رئيس اللجنه الدكتور محمود حسين، وانا وكيل اللجنه، والكابتن حسام غالي امين سر اللجنه، مفيش حد في النواب حس بينا في رئيس ووكيل وامين سر. بنتعامل كلنا اسره واحده. عشان كده اللجنه ناجحه. بس هو اللائحه اللي بتقول ان لازم يكون في رئيس ونائب للرابطه من السبعه. ما انا بحكي لحضرتك. اتفضل. ما انا بقول لك ما في رئيس ووكيل وامين سر في المجلس النواب. لكن الفكره في التعامل يعني. بس احنا تعاملنا كاسره عشان كده ناجحين. انا ما تيجي تتكلم عن الرابطه النهارده اللي هو صفي بسيوني ابن المؤسسه العسكريه، اللي كان عضو مجلس اداره اتحاد الكوره من 20 سنه، فاهم قصدي ايه؟ فالامور فيها امور هتحكمها القعده يوم الاربعاء، لكن في الاول وفي الاخر كلنا حبايب وكلنا اصحاب. بكل تاكيد. لكن كلنا في الاول وفي الاخر عاوزين يبقى فيه منتج للرابطه، مش عاوزين يبقى فيه خلاف في مين ليه؟ انت بتتكلم على اسس ومعايير، بتتكلم لما تجيب رئيس للرابطه ونائب لرئيس الرابطه وفي امين صندوق للرابطه، وبعدين بتختاروا مدير تنفيذي، بتحط معايير وضوابط يتمشي عليها. وبالتالي انا ما عندناش خلاف في كده، لكن الخلاف الاهم ان في تحديات بتقابل اللجنه او الرابطه، تحديات انك تعمل دوري محترم بجدول محترم، انك يبقى كل واحد عارف، الكابتن هاني هتقعد وهو في الاستوديو عارف ان الدوري والاسبوع الجاي في توقف يوم كام، زي ما كل الدول العالم اللي احنا بنشوفها. ممكن يكون في ناس كتيره كانت بتهاجمنا، ايه الجدول ده؟ ما يعرفوش ان في اجنده دوليه واجنده افريقيه وانديه، عندك اربع خمس انديه بطولات عربيه وافريقيه، لكن كل ده اللي انا بكلم حضرتك عليه ليه سيستم معين. طب انت النهارده حضرتك وناقشت الدكتور اشرف صبحي المحترم في هذا الامر، ان الانديه الشعبيه بدات خلاص ما عندكش انديه شعبيه. مع احترامي لكل الانديه الشركات اللي موجوده، محدش يقول ان هي تمشي، لا احنا بنقول تبقى مستمره. أيوة. لكن انا النهارده عاوز اعمل موارد واعظم موارد الانديه، عشان ما الاقيش نادي شعبي تاني سقط مني، واللي بيسقط ما بيطلعش تاني. المنصوره، الغربيه، طنطا، كان نادي حاجه يعني ما تقعد مع فايز بيه عريبي وتقعد مع الناس دي تشوف قد ايه حجم الموارد الماليه ضعيفه جدا. فما يقدرش يقاوم الانديه اللي استثماراتها عاليه. كل ده مع حضرتك الرابطه ليها دورين، الجدول او الدوري او الدوري والموارد او التسويق بتاع الدوري. فبالتالي بقول لحضرتك لا، دي الاهم، التحديات دي تنجح بيها ازاي. فان شاء الله يعني كل خير باذن الله. باذن الله. بشكرك اللواء ثروت سويلم على وجودك معايا، وموفقين باذن الله في الرابطه اللي منتظر منها كتير، وان كان بدايتها كده ايه، مين رئيس ومين نائب، حاسس ان احنا هنشوف ده. اهلا بيك كابتن مجدي مره ثانيه. منور كابتن مجدي. نروح شويه او يعني نتكلم عن المنتخب شويه، عايز اروح معاك لاوروبا. صلاح موسم بدايته
ما شاء الله متوهجه يعني مع ليفربول ومنافسه على صداره الدوري من البدايه، ونادي المية بيعديه وثلاث جوال بيفصلونه عن الهداف التاريخي للاعبين الافارقه في البريمير ليج. شايف ازاي مسيره صلاح او بدايته في الدوري الموسم ده؟ لا بدايه هايله طبعا، خلي بالك برضو ضغوط كريستيانو رونالدو كبيره من الصغيره، يعني صلاح متعود هو وهاري كين اوباميانج يخش شويه من بعيد لبعيد، لكن كريستيانو الدنيا معاه صعبه مش سهله، فده حط ضغط اكبر على صلاح وتركيز اكتر على صلاح. وخلي بالك يعني انت ما تيجي تبص على القوه الهجوميه لليفربول هو محمد صلاح، نتكلم بواقعيه، ساديو ماني مستواه قليل جدا، فيرمينيو برضه الدنيا، جوتا على اجزاء، لكن صلاح هو القوه الهجوميه، وصلاح كل كوره هجوميه او كل كوره فيها خطوره لليفربول هو داخل محمد صلاح فيها، فصلاح صلاح بقى الجزء الاكبر الهجومي لليفربول، فصلاح اتطور بتطور كبير جدا جدا جدا، وبقى الضغط بالنسبه له حاجه ممتعه مش حاجه اللي انا بيضغط عليا، لكن كريستيانو هيخليه كمان يعلي كمان من الريتم، لان كريستيانو خلي بالك كريستيانو هياخد الكره الثابته وياخد ضربات الجزاء وياخد كل حاجه، فعلى صلاح ان هو التركيز ده من وجهه نظري صلاح دخل في اريحيه مع كريستيانو، يعني كريستيانو موجود، لا انا هبقى يعني خلي بالك بيثبت صلاح كمان عاوز يثبت نفسه ان هو احسن لعيبه موجوده في العالم ده. انا بالظبط انا شايف انه اضافه او عوده كريستيانو للدوري الانجليزي هتخلي صلاح يرجع لدايره المنافسه على افضل لاعب في العالم، لانك انت عندك التركيز كله رايح بقى على كريستيانو في الدوري الانجليزي، موجود وميسي كمان راح، فصلاح مواجه وميسي راح كمان باريس سان جيرمان، فانت صلاح دلوقتي عنده منافسه على الشامبيونز ليج وعنده منافسه على الدوري، فلوجود كريستيانو وصلاح خد هداف الدوري او احسن لعيب مثلا في السنه هي خلاص، يعني بالنسبه كريستيانو كريستيانو خلاص كريستيانو موجود في الدوري الانجليزي بس صلاح بقى التوب، فصلاح دخل في الحته دي مظبوط صح. فانا من وجهه نظري الضغط اللي زاد على صلاح هيديله ثقه كبيره وهيديله اريحيه ان هو موجود من هدافين الدوري ان شاء الله. كريستيانو نفسه عودته لمانشستر يونايتد، تابعت الماتشين ثلاثه اللي فاتوا في الدوري، شايف انه اضاف للفريق هجوميا؟ اضاف طبعا جدا، بس خلي بالك يعني كريستيانو دايما بيبص على ارقامه، يعني بص على ارقامه التهديفيه وضرب الارقام القياسيه والكلام ده كله، بس مانشستر هيعاني من الحته دي. ليه؟ هيعاني جماعيا يعني انا لما قلت مانشستر سيتي كان بيفاوض كريستيانو انا قلت بنسبه 90% جوارديولا مش هيرضى، مع ان جوارديولا بيدور على مهاجم، بس كريستيانو هيضيع عليه الجو الهجومي او الشغل الهجومي بتاعه والتكتيك والحركه وازاي افضي مساحات والكلام ده كله، هيخلي مانشستر سيتي يبعد شويه عن الجماعيه. كريستيانو زي ما ميسي كده راح باريس، بس مانشستر مفتقد لمهاجم، يعني امبارح ماتش ساوثهامبتون ده في كور كتيره تخلق لكن ما فيش واحد يخلصها، انا متخيل لو كريستيانو معاهم كان كل العرضيات اللي على الارض والعاليه دي ممكن تخلص بجوال. مثال صغير، واحد زي مانشستر سيتي زي جوارديولا انا عاوز ال 11 ال 10 لعيبه تحت الكوره، كريستيانو بره الليله دي. انت لما تيجي تبص على مانشستر الفرقه كلها بتدافع ما عدا كريستيانو. بس خلي بالك هاني، مانشستر سيتي عنده مشكله في المهاجم، كان هو حاطط التارجت بتاعه هاري كين، يعني ده يعني هو كان نايم وبيحلم في هاري كين والموضوع كان قرب واشتغل، بعد كده الدنيا باظت، فهو جوارديولا هيعرف يتعامل، في الماتشات هتضيع منه لكن هيعرف يتعامل. الناحيه الثانيه مانشستر يونايتد عاوز يعمل ابديت للتيم بعد كريستيانو ما جه، لان خلي بالك انا بقول لك لما يكون مهاجم بينزل يدافع او بيشتغل مثلا في ال 40 متر غير لما مهاجم دايما واقف في المنطقه اللي قدام، عاوز عرضيات بطريقه كبيره جدا جدا هاني، يعني زود العرضيات، لان كريستيانو في الحته دي يعني هو تمركزاته جوه منطقه الجزاء ما حصلتش، يعني جامد جدا. يعني الوصفه بانه بيسجل اجوال سهله ده لا 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 خاطئ لا خالص، ان هو بيقف في الاماكن اللي بتخليه يسجل التمركز سهلة. بتاعه مع خبرته بقى سهل بجد يجيب اجوال، بس كريستيانو عنده القوه الهجوميه مثلا في بدماغه وبرجليه، بس عندك دماغه انت عاوز تعمل كورسات كتير جدا 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 عشان كريستيانو، لكن انت عاوز تعمل ابديت زي ما ميسي كده راح باريس، انت دلوقتي بتلعب بثلاثه هجوميين جبارين، هتلعب بيهم ازاي؟ هو ده الموضوع، هتعمل ابديت للتيم ازاي؟ ما بيدافعوش، هتعمل لهم شغل، هتخلي السبعه الباقيين بيدافعوا ازاي؟ هو هي دي الموضوع، انت كريستيانو جاي على مانشستر يونايتد ما عملش فتره اعداد معاهم دخل على ماتشات على طول وسجل ثلاث اجوال في ماتشين معاك في مليون في المية معاك، بس انت النهارده مثلا النهارده مع ويست هام الماتش طلع بطلوع الروح، وضرب الجزاء ضايع وبتاع والكلام ده كله، بس برضه قرار ان مدرب يعمل تغيير عشان لعيب ينزل يلعب ضرب جزاء ويضيعها ده بيبقى صادم، هو رقم واحد عندهم، بس في الاخر انت عندك 10 لعيبه تانيين وموجودين في الملعب، انت ما خدتش ريتم الملعب وما خدتش، ممكن ما يكونش سخن كويس وكل الكلام ده كله، طبعا انا كان وجهه نظري انا قلت تضييع، يعني هو نازل والله قلت في اليورو حصلت سانشو
وراشفورد الاثنين ضيعوا التسخين. انا 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 قبل كده وقت بدجله ونفس الموقف حصل معايا، نزلت على ضربات الجزاء وضيعتها. انا ما بضيعش ضربات جزاء مع انك متخصص يعني. بس في الاخر انا ما خدتش على رتم الماتش والدخول الماتش وبتاع والكلام ده كله. فانا في الاخر عندك 10 لعيبه تانيين، انت ممكن اي حد يحط الكره جون والموضوع انتهى. لكن بقول لك انا كريستيانو عشان مانشستر ياخد بطوله معاه لازم يحط مانشستر رقم واحد مش كريستيانو. يعني التيم رقم واحد، بعد كده يبص على الارقام ويبص على الحاجات دي كلها، لان هو جاي طبعا برضه جاي عاوز يكسر ارقام وعاوز ياخد هداف الدوري وعاوز الناس كلها تقول ان كريستيانو خد هداف الدوري وعنده 36 سنه وبيلعب في الدوري الانجليزي اصعب دوري في العالم. فكل الكلام ده كله لو ركز في مانشستر، مانشستر ممكن يعمل حاجه. مع ان برضه مش متفائل ان هم ياخدوا الدوري يعني. طيب اخيرا توخيل، لازم اسالك لان انا بحب تعليقك على تشيلسي. يعني لان النهارده تشيلسي شفت مباراه مع شوط اول سيء، شوط تاني احسن بكتير. ايه الاختلاف اللي حصل؟ هل هي فكره ان ماونت يخرج وكانتي ينزل، الطريقه تتغير، الفريق يبقى كويس قوي كده؟ هو قافل اطراف واطراف عند الاطراف عند توتنهام كانت بتهاجم كويس الشوط الاول. كان بيهاجم كويس، هو قفل الاطراف وخلى الشغل كله من العمق زي طريقه بالظبط انتر 3 5 2 او 5 3 2. فالعمق نفسه يعني الحته الخطر وعنده، وبرده خلي بالك توتنهام ما عندهمش سرعات في المنطقه بتاعت المنطقه الهجوميه الدفاعيه يعني بتاعتهم الهجوميه بتاعت تشيلسي. فالحته دي اما نزل كانتي عمل زياده في وسط الملعب اوريدي وخلى الاطراف مالهاش يعني الاطراف كلها خارجه. هو اوريدي اصلا بيلعب 3 4 3، هو اطرافه نفسها جوه الملعب دايما باستمرار، بس شال خلاص الاطراف. فانت كمدرب من بره توتنهام، مدرب توتنهام ما عرفش يفصل الموضوع ده. خلي بالك المدربين الحتت دي يا هاني بتخلي او الحاجه الغريبه بالنسبه للمدرب اللي قدامك او اللعيب اللي قدامك، زي مثلا انت قدامك باك وهاف، الباك ماسك الهاف، لما بيلاقيش الهاف بيبدا هو الابديت بتاعه يتغير، يقول لك انا ايه اللي موجود في الملعب. فالحته التغيير دي ما لحقش توتنهام يعرف يعمل لها ابديت. وفي الاخر لما جاب الجون كمان الجون الاول اللي جابه تشيلسي قتل الماتش. توتنهام ما حسش في رد فعل او ان هو يقدر يرجع يعني. الدوري السنه دي مين؟ تشيلسي، ليفربول، سيتي، لو عايز تقول اختيار اخر. تشيلسي مع ليفربول وبعديهم السيتي. بعديهم السيتي. يونايتد ليه فرص؟ ليه فصول بايخه. فصول بايخه. سولشاير المشكله فيه ولا المشكله في القائمه؟ مشكلة مانشستر أكبر، مفيش ثبات في المستوى. مفيش النهارده أنا نازل مانشستر مش هينزل على 70%، مظلوم. لا أنت عندك ممكن ماتش عالمي 5-0 و6-2 ومش عارف إيه، وبعد كده ماتش بعديه تعادل، ماتش بعديه الله 3-0، وبعد كده ماتش خسارة. ما عندوش ثبات، ما فيش بيز في المستوى. لكن تشيلسي عنده ثبات مستوى، ليفربول عنده ثبات مستوى، السيتي رغم إن هو خسر ماتش وتعادل الماتش بس عنده يقدر وعنده ثبات في المستوى، لكن مانشستر ما عندوش الثبات في المستوى. ارسنال طبعا بعيد والدنيا دي بعيد يعني. كابتن احمد مجدي نجم الكره المصريه والزمالك، نورتني وبسطت جدا بوجودك. حبيبي انا اكتر، حبيبي شكرا ليك. قبل ما اختم بس، كنت مرشح فعلا اني قريت اسمك انك تبقى مدرب عام في الزمالك او مدرب مساعد في حاله ان الكابتن اسامه نبيه ما رجعش؟ سمعت ان انا كنت مرشح من جوه النادي بس ما اعرفش بقى الموضوع وصل لفين. وده طبعا شرف كبير ليا ان ابقى موجود في نادي الزمالك، انا حبيت النادي جدا وطبعا يعني شرف ليا ان انا اخدمه في اي وقت طبعا. ربنا يوفقك دايما باذن الله. قبل الختام بقول لصديقي العزيز وزميلي في برنامج الماتش حسام عادل، كل سنه وانت طيب، عشان عيد ميلاده خلاص دخلنا فيه بقى لنا ساعه، لانه عشره عمر يعني وصديق. اي نعم متعب جدا، متعب جدا، لكن صديق عزيز يعني. انا مسميه حسام عاجل لان هو اخبار عاجله دائما من زمان. لكن بما اني قلت على عيد ميلاد حسام عادل، فمؤخرا كان عيد ميلاد احمد شاكر، كل سنه وانت طيب يا شاكر، وقبليه كان منير، فكل سنه وانت طيب يا منير، كل سنه وانتم طيبين، واسره برنامج الماتش كلهم طيبين وبنسلم عليكم. تحيات كل فريق العمل، غدا باذن الله لقاء جديد. فتحياتي هاني حفوت، وإلى اللقاء.